السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله كلشي يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من مدينة تمارا، الموضوع اللي غادي نهضروا عليه اليوم هو الموضوع المتعلق بعملية الهدم اللي عرفاتها مدينة تمارا مؤخرا، واللي طاحت أو بسببها تمت الإطاحة بمجموعة من المسؤولين بعمالة صخيرة تمارا. تم إيقاف عامل عمالة صخيرة تمارا ولحدود الساعة لا نعرف ما المصير، كذلك باشا مدينة تمارا ومسؤولين آخرين وقيادة. فاللي كنبغي نأكدوا عليه أن عملية الهدم وقفات وكانت صدمة كبيرة وسط الساكنة بسبب العملية المفاجئة. فالوقت اللي كانوا الناس كيتسناو أنهم غيتسلموا الشقق ديالهم في شهر 12 وشهر 4، حتى كيتفاجئوا بعملية هدم اللي صراحة ولا أحد كان يتوقع ما وقع. مني وقعت الواقعة وبدات عملية الهدم وشملات أزيد من 130 شقة وبعض الفيلات، فهنا تطرح السؤال شنو السبب وعلاش. وسط احتجاجات كبيرة وتدمر كبير وسط الساكنة، واللي أغلب ساكنة دراوش الساكنة اللي مساكن تقاتلوا وكلفوا نفوسهم وجمعوا بالدرهم بالعشرة باش دفعوا في ديك البريطمة ديالهم فين غادي يستقروا. والأكثر من هذا هو أن الشركة المكلفة كلفات على نفسها أنه غادي توفر سكن لائق وتحارب كل ما هو عشوائي، ووفرات المجموعة من الأسر شقق اقتصادية ديال 25 مليون بصفر درهم. هنا كنهضروا على شركة مواطنة. والأكثر من هذا، وكما تبعتوا معنا مجموعة من التصاريح والتضامن الكبير بين الزبناء والشركة، لأن ملي كنبغيو نهضروا على الخسارة فملي كنهضروا على خسارة الشركة كنهضروا على خسارة المواطن أو الزبون، ومن كنهضروا على خسارة الزبون فكنهضروا على خسارة الشركة. خسارة مشتركة، وربما الشركة ماديا الخسائر تقدر بالملايير. لا أحد يتوافق مع عملية الهدم المفاجئة، ربما كانت هناك حلول بديلة، لأن هناك من يقول أنه بسبب رخصة، بسبب عدم تواجد الرخصة تمت عملية الهدم، وهناك من يقول أنه في مكان مساحة خضراء ومسجد تم بناء بعض الشقق، هذا ما تسبب في عملية الهدم. بين ذاك وهذا، دازت العملية الهدم وبقات مستمرة، احتاج الفراج للوقف العملية، ولحدود الساعة فالعملية واقفة. اللي بغيت نشير ليه في هذا الفيديو هو بركة من الإشاعات، بركة من التخربيق كيف ما كنقولوا. بعض الناس سامحهم الله كيلعبوا بالمشاعر ديال الناس. في الوقت اللي الناس كيتسناو الفرج وكيطالبوا بتسوية الوضعية القانونية والمالية، هناك من يتصيد الفرص ويتلاعب بمشاعر الناس. أحق صاحب الشركة السجن كذا وكذا، وبعض الإشاعات التي تزرع الرعب في قلوب الساكنة. عيب وعار، ودي رسالتنا لدى الناس، تقوا الله في خوتكم المغاربة اللي مساكن، من كيسمعوا بحال هاد الأخبار القلب ديالهم كيبغي يخرج من بلاصتهم. فراه عيب وعار كنسمعوا أنه شركة أو نفس الاسم الشركة توقف لهم مشروع حقا جات الهدم ديال 60 شقة في الهرهورة. ما هذه الخزعبيلات؟ فأنا ما غاديش نقولوا أقلام مأجورة أو صحافة كذا وكذا أو شي حاجة من هذا القبيل، فكنقول لكم رجاءً راعيوا دوك الدراوش اللي جمعوا بالعشرة بالدرهم باش يشريوا ديك الشقة ولا داك السكن ديالهم. فالخبر اللي تم النشر ديالو خبر زائف، والناس مشاو لعين المكان ولقاو لا علاقة بالموضوع بالمرة ولا بالشركة. فالأمور كانت واضحة، الأمور كانت باينة، الناس خدامين، الأشغال مستمرة، وكنتحدى أي واحد يمشي لعين المكان وغيلقى الأشغال مستمرة في الهرهورة. فبركة من التلاعب مشاعر الناس، وكنتمنى من الله أنه الأشغال تنطلق في القارب العاجل فيما يتعلق
فيما يتعلق بتسوية الوضعية وتسريع المصادر من أجل حل المشكل الساكنة، لأن كنهضروا على الأرملة وكنهضروا على الأيتام اللي غادي يسكنوا في دوك الشقق في شارع طارق بن زياد. موقع مميز مميز، مكان مميز، الناس مساكن يعني كاين اللي كاري كاين اللي راهن كله الظروف ديالو. فكنتمنى من الله انه الفرج نسمعه في الايام القليله القادمه، واكيد اكيد اكيد هناك مبشرات تبعت لاطمئنان في قلوب الساكنه. فنتمنى من الله الخير والتيسير للجميع. حنا بدورنا كنتمنى من الله الفرج للساكنه على اساس ان شاء الله عما قريب تشوف استئناف الاشغال وتاخذ السويرتات ديالها وتشوف الامور غاديه في الطريق الصحيح. في انتظار عودة الأشغال إن شاء الله، فغادي نتبعوا معكم الأمور إن شاء الله لحظة بلحظة، وغادي نقرب لكم من كل كبيرة وصغيرة كتعلق بالمشروع وآخر المستجدات ديالو. وكنتمنى من دوك الناس اللي كيستغلوا الوضع في نشر الإشاعات والأخبار الزائفة، رجاء راعيوا دوك الناس، راعيوا ديك الأم اللي عندها الأيتام، راعي ولدك الاب اللي جمعها بالعرق الجبين ديالو وكيتسنى يسمع الخبر الصار هو عوده الاشغال، وتجيو تكتبوا امور ليا تافهه. فرجاء نكونوا بشر قبل ما نكونوا حويجات اخرين. بنادم يفكر كانسان قبل ما يفكر بشي شكل اخر. فكل التضامن مع الساكنه ومع الشركة في هذا الأمر، في انتظار عودة الأشغال اللي غنواكبوها معكم إن شاء الله، ونقربوكم من كل كبيرة وصغيرة، ونفرحوا مع الساكنة إن شاء الله من ياخذوا السويرشات ديالهم. كنهضروا على قبر الحياة، فما سهلاش في ظل الأزمة وفي ظل الظروف القاسية وفي ظل الوباء وزيد وغلاء الأسعار كملوها بالهدم، فهذا أمر صعب. نتمنى من الله أن الأمر يتم المعالجة ديالو وتعالج الأمور عما قريب. وأكيد أكيد اللي كنبغيو الخبر اللي بغيو نزفوه للناس إن شاء الله وأن الأمور غادي في الطريق الصحيح. الله يفرجها يا ربي، وإن شاء الله غنكونوا أول الناس السعداء بعودة البسمة لدوك الساكنة اللي كيتسناو إن شاء الله الأمور ترجع لمجاريها. تهلاو ليا فراسكم اخوتي، ونتلاقاو في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.